التقى معالي الشيخ سلمان بالخليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني السيد اودنيس جورجاديس وزير التنميه والاستثمار باليونان. هذا وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه اليونان الصديقه وما تشهده من تقدم ونماء في شتى المجالات وبالاخص فيما يتعلق بالمجالات الاقتصاديه والاستثماريه. منوهاً معاليه بمواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وعمل مشترك بين البلدين الصديقين والدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أكثر تطوراً ونمواً بما يصب في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة